مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، والحمد لله التقى حل ولو مؤقت الى ازمه النفايات في الشمال والصورة الاردنيه، وهلا خلال حلقه رح نعرف تفاصيل اكثر اضافه الى ردود صوره اليوم والمعلومه اللي بنبلش فيها. معلومه معلومتنا لليوم، وزير المالية علي حسن خليل وقع على كل القرارات المتعلقة بآليات الإعفاءات الواردة بقانون موازنة 2019، ولكن من جهة أخرى أصدر الخليل قرار حدد بموجبه دقائق تطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 144 تاريخ 1/7/2019، أي قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019، فيما خص إجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب اللي بتحققها وبتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة أمام لجان الاعتراضات. وبمجال عقاري مرتبط بعقود التفرغ عن حقوق عينية، نبهت وزارة المالية الأشخاص المعنيين بالمادة 53 من القانون رقم 144 يعني قانون الموازنة إلى ضرورة الالتزام بموجباتها لجهة إلزام أصحاب العلاقة اللي نظموا لدى كتاب العدل أو لدى البعثات الدبلوماسية اللبنانية عقود بيع ووكالات غير قابلة للعزل موضوع التفرغ عن حقوق عينية بتنفيذ تلك العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري ودفع الرسوم المتوجبة خلال مهلة 4 سنوات من تاريخ نفاذ قانون الموازنة العامة لعام 2019، تفادياً لتعرضهم لمضاعفة الرسوم المتوجبة عليهم. متابعة بداية، بدي رحب برئيس بلدية دير نبوح ورئيس اتحاد بلدية الضنية الأستاذ محمد سعدية، يعطيك العافية. الله يعطيك ويعطيك العافية، تحياتي لك ولكل مشاهدين محطة الام تي في العزيزة. شكرا لك. يعني أزمة النفايات صار في حل جزئي لها وهلا رح نحكي بتفاصيلها، ولكن أزمة تانية هي التعويض على المزارعين من البرد يلي أصابها بنيسان الماضي، قديش كان من ضرر على المنطقة. خلينا نبلش بأزمة النفايات يلي امبارح معالي وزير البيئة فهد جريساتي أعلن من خلالكم بعد ما التقى فيكم عن حل، خبرنا شوي، هل هو حل جذري مؤقت؟ شو الآلية؟ لا هو هي الحقيقة نحن وصلت الحالة عنا لا يحتمل إطلاقا نفايات عبت الشوارع، يعني مثل ما صار ببيروت سنة 2015 صار عندنا، ولكن على أكثر بكثير. إحنا عندنا صار الموضوع إنه أقفل فجأة مكب عدوى اللي كان عم يخدم كل منطقة الشمال، يعني الكورة صارت بشري الضنية المنية، وفجأة صار ما عاد عندنا محلات، وصرنا نعمل خطط للطوارئ عديدة. يعني نحن تقدمنا ب 17 خطة باتحاد بلدية الضنية، طبعا نحن عم نحكي كضنية، ولكن كمان زملائي بكل المناطق، يعني بالكورة بعتقد لا يقل عن 10 وبصغارتها أكثر من هالقد، كمان بشاردي بكل المناطق كنا عم نقدم بخطط، وكانت عم تلاقي اعتراضات من بعض الناس، خصوصا انه نحن ببلد بتعرفي مساحه لبنان كلها سوا مساحه صغيره، وبالتالي نحن ما في مجال انه نقدر نلاقي ارض تستوفي كل الشروط البيئيه حسب القوانين الدوليه. نعم. لذلك نحن امام حل من اثنين، اما انه مثل ما كان عم يصير نترك الامور الى تنفيذ الخطط الطوارئ اللي عدتها خارطة الطريق اللي عدتها وزارة البيئة لإنشاء المصانع لمعالجة النفايات، وهذه تستلزم وقت طويل كبير كثير، أو أنه نحن بدنا حل مؤقت تنشيل النفايات من بين البيوت حيث أصبحت تتسبب بأضرار وأوبئة وأمور كثير متأسف بالذكرى على تنعكس سلبا على الصحة العامة وعلى السلامة العامة. فنحن كان الحل اللي توصلنا له امبارح هو حل مؤقت، نعم مش حل دائم اطلاقا، وانا عم بحكي كلام مسؤول. نعم. هو حل مؤقت لحتى من هون للفتره يلي بدنا نلاقي فيها الحل الدائم
وفقا للأصول الدولية ووفقا لنوعية التقنية اللي بدها تستعمل في معالجة النفايات الصلبه. وهذه بعد لحتى هلأ ما صار في عليها اتفاق. بتعرف حضرتك المسؤول عن مسألة النفايات هي وزارة البيئة مع اتفاق مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الوزراء مجتمعا ودولة رئيس الحكومة. ولكن حطوها بالبلديات تلاقي حلول وتعمل بالإمكانيات اللي ما عندها إياها كمان. نحن أصلا ما عندنا إمكانيات إطلاقا مادية. صحيح. أبدا. صحيح. وأكثر من هيك يعني حتى إنه الأمور المقترحة لمعالجة المواضيع هذه وتحديدا النفايات هي نحن البلديات ما عم نكون شركاء بالقرار يعني. نعم. ما عم نكون نحن على اطلاع فيها، ولكن نحن خلينا نحصر كلامنا اليوم بالموضوع الحل المؤقت اللي المؤقت اللي كان امبارح ابصر النور. الحل هو حقيقه بتقولي لي اذا صحي 100% ما في شيء صحي 100% بلبنان، ولكن نعم. ما عاد عندنا نحن البحر من امامكم والعدو من ورائكم والنفايات من ورائكم، ما عاد عندنا محل ابدا نقدر نفكر فيه الا انه هذا المحل طبعا بعد استيفاء معالجه وتطبيق يعني الفرز من المصدر. فرز من المصدر هذه بلا ما نحكي قصه فرز المصدر شغله كبيره، نحن لا بدنا نعمل فرز على الموقع يعني الفرز بده يصير لاحقا، لانه الفرز من المصدر هي حقيقه هي بروباغندا عم يتم تداولها خصوصي على وسائل التواصل الاجتماعي. وانت بتعرفي ست ريبيكا باوروبا اليوم المعدل الوسطي للفرز من المصدر هو 38% مش اكثر، باريس اللي هي اكثر شيء متطوره 58% عم يفرز من المصدر، وهذه تستلزم ثلاث انواع من المستوعبات، تستلزم خصوصا نوعيه نفايات الصلبه عندنا تختلف عن اوروبا فيها نعم كثير نعم فيها زوم نعم وفيها كثير مزبوط نعم صحيح. بعيدا عن الامور التقنيه كمان لحتى ما في وقت لذكرها كلها، نحن كل انواع التقنيات التي تساعدنا بمعالجه النفايات عم بيقطع الخط. يعني حاليا رح تبلش الخطه اي متى رئيس؟ فيك تقولي بلشت اوكي. نعم. طبعا يعني وين لقيتوا الموقع؟ كيف رح بتتم؟ لا هو الموقع بمنطقه تربل. نعم. الاغاريه منطقه هي ما فيها سكان بعيده عن المناطق السكنيه، كان في شويه اعتراضات او احتجاجات تمت معالجتهم مثل ما لازم، وانه نحن بنفهم وضعهم وبنفهم بنقدر شعورهم لهودي الجماعه اللي عم يتصرفوا بهالطريقه، ولكن نحن ما عاد عندنا خيارات ثانيه بهالوقت. هذا مثل ما عم نقول هذا حل مؤقت، ولكن حتى يكون حل جذري نهائي بلشوا تشتغلوا عليها حتى ما نوصل كمان انه نعم نحن صار عندنا الارض اللازمه وعملنا الاي اي اي يعني دراسه تقييم الاثر البيئي حصلنا عليها وحضرنا ملفاتنا كامله، ونحن بمراحل الاخيره صرنا من تصميم المباني والهنجرات اللازمه لانشاء المصانع الحديثه لمعالجه النفايات. وبحب ما اني اكشف عن تفاصيل كل الامور، ولكن بقول لك انه نحن المهم انه نكون دائما على طريق. نعم. شكرا لك استاذ محمد سعديه، ونحن رح ننتقل الى الفاصل. منتابع الحل عنا وبمتابعتنا معي على الخط مباشرة أحد المواطنين سكان النقاش يلي بعث لنا صور عن إمداد مجرور عام، بترك له التفاصيل مع الصور اللي رح تمر على الشاشة. يعطيك العافية. بونجور مدام ربيكا. بونجور. إنه يكون عم ينمد قسطا للصرف الصحي هذا شيء كتير أساسي، ولكن وين المشكلة عندكم بالنقاش؟ وين بالنقاش؟ نحن مشكلتنا انه عم بيمدوا قصات الجامعه الانجليه على الوادي تحت البيوت. نعم. نحن مشكلتنا مدام عم بيمدوا القصات تبع عم نشوف الصور نحن هلا. اوكي عم بيمدوهم لتحت البيوت. يعني هيدي مشكله بيئيه كبيره. بكره الروايح والترسبات كلها بتصير طالعه على العالم، يعني مش بيت وبيتين، عندك بتقولي مدينه بالنقاش. نعم. وهيدي الوادي بيمرق فيها مي بالشتي، المي كلها بتروح على البحر بكره، يعني كل شيء بكره واتب رايح على البحر، غير انه بتاذي العالم هون قبل ما تروح على البحر، يعني جامعه بتستقطب اقل شيء بين 2000 ل 2500 طالب.
أكيد، وخصوصا طيب ما في محطة تكرير كمان بعدين، هنيك المشكلة الكبيرة. نعم. عملتوا شيء عريضة، حكيتوا مع إدارة الجامعة الجديدة بلدية؟ لا لا، ما حكينا مع حدا، بس البلدية تبع الرابية بتطل لهون عليهم وبتفل. أن يمكن قاشعينهم يمكن مش قاشعينهم، ما بعرف هاي شغلة. بس ما بعرف انه النهاية لوين، انه ما حدا قام طنشين، او انه ما بدهم يشتغلوا، او انه تركين الولا للاخر لحتى يهربوا العالم من المنطقة. أوكي. يعني هاي مشكلة بأي كبيرة بتصير بكرة. نحن رح نشوف بلدية الرابية شو الإجراءات رح تتخذها، وإذا عندها علم بهذا الموضوع وأكيد نحن منجاوبكم. أهلا وسهلا فيك. يطول عمرك. أهلا فيك. أهلا. صورة اليوم نشوفها سوا. صورة اليوم هيدي طبعا جميزي بشكة كنا حكينا عنها قبل بفترة، للأسف اليوم بهاللحظة اللي عم بحكي فيها الجريفة ناطرة حتى تشيلها، ولكن كان المهندس ديب إسبر ديب أرسل كتاب إلى وزير فادي جريساتي وزير البيئة بتاريخ 18 تموز 2018 من تقريبا سنة، بيحكي فيه أنه للمحافظة على هالجميزي هيدي، ولكن ظاهر انه سيد مطران طرابلس والكور للروم الارثوذكس اللي هو عليه انه الحفاظ على هذا الارث البيئي والتراثي اللي له رمزيه طبعا مهمه، طلب سيادته برساله منه لمسؤولي الوقف باعاده النظر بالمخططات العائده للمشروع، لانه هالجميزه طالع عبالهم وقف الكنيسه انه يشيلوها، طلب منهم المطران يحافظوا عليها، ولكن ما أطيعت تعليمات المطران وتابع مسؤولو الوقف محاولاتهم الاحتيالية بمشروعهم، وآخر فكرة طرحوا أنه يشحلوا هالجميزة، ولكن مثل ما عرفت اليوم وفي صورة وصلت لي قبل ما فوت على استوديو أنه يحيي جريفة ناطرة حتى تشيل هالجميزة هيدا، فبيطلبوا من معالي وزير البيئة من ضمن سلطته والقوانين مرعية الإجراء لفرض منطقة حرم حول هذه الشجرة على أن لا تقل 8 أمتار من جذع الشجرة وعدم اللمس بها بأي شكل من الأشكال حتى تشحيلها، مع الإضافة أنه في وحدة مثلها بحيفا والروس اللي هنيك محافظين عليها. يعني نحن لازم نهتم ببيئتنا بالشجر خصوصا المعمر، ومثل ما فهمت كمان أنه كل يلي عنده أمراض جلدية كانوا كمان يطلع شيء من هالشجر مثل صمغ مثل سائل معين، كانوا يروحوا الناس يحطوه حتى كمان يداووا الأمراض الجلدية. فالموضوع برسم وزير البيئة اللي من سنة لهلأ الظاهر ما في أي شيء صدر عنهم، من المطران طبعا مطران الكورة للروم الأرثوذكس ولجنة الوقف الأساسي اللي هي معنية ومسؤولة عن هالجريمة البيئية. إذا بقي لي شوية وقت بس بدي أقول بالنسبة للضمان الاختياري، مدير عام الضمان عطى أمر لكل مراكز الضمان يدفعوا فواتير 2017، وإذا في أول فواتير شهر 11 و10 لل 2018 كمان بكل المراكز. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.